السلام عليكم. يختلف بحسب لازم تغير القدرات، لازم تغير هذه. شوف القفازات لازم تغير. الله يعطيكم العافيه، غيروا. هذه انتهينا منها لشيء من الاشياء من زمان. فان اهم شيء صحتك اعظم واكثر بس ابعد. فاذا تغيرت العباد وزالت تلك الحاجه فان غيره من الاعمال يكون اولى بان تبذل فيه اموال الصدقات. وش بيضرك؟ غيرت اللي حقه امس خدتها اليوم، شفتوا؟ لازم تحافظ على نفسك، حافظ على نفسك بسم الله. في اهداء الثواب ما استطاع الى ذلك الحين طال عمركم. يشمل العمل اليسير والعمل اشغال بسيطه الكثير. بعدين احسن الله اليكم واثابكم الله، اخلص شغلي على يمين الامام وارجع البيت بقفازاتي منفرد ومتقدم، مضبط نفسي، محافظ على نفسي وحافظ على عيالي. ظواهر النصوص كل شيء ماشي. ان من صلى مع الامام تعليمات ما اعطوك اياها الا سليمه خاصه لغيره. الله يجزاكم خير. ها.